ومع رئيس على اي اسس؟ يعني بكره بعض بيقول السيد نصر الله حكى فيها انه لن حرب على غزه ونتيجه هذه الحرب في الجنوب لن تؤثر على ولن يكون هناك ورقه ضغط على انتخابات رئاسه الجمهوريه، ولكن هل بالتالي برايك حزب الله مستعد لاعلان انسحاب مرشحه وسحب مرشحه وقبول بمرشح الثالث؟ هون نزلنا من الفضاء الاقليمي الى الارض اللبنانيه الوعي. صدقنا نفصلها لا نزلنا نحن لما بنصير بعد عملية ترسيم الحدود أو الاتفاق على ترسيم الحدود وبعد الموافقة الأمريكية أو الاهتمام الأمريكي بموضوع انتخاب الرئيس اللي رح يجيب معه أكيد اهتمام سعودي، فبنكون نزلنا على الرينك تبع الانتخابات الرئاسة الجمهورية. خليهم يتدبحوا، شو بدك؟ ليه هم خلي يعني نقول لهم سنتين عم يتدبحوا ما وصلنا لنتيجة. بس أنا بقول لك في هذه اللحظة سوف يتم تسوية انتخاب هذا العنول. هي التسوية على أي أساس؟ هل حزب الله اليوم اللي عم بيقول هو مستعد يتراجع 3 كيلومتر، هو هل أيضا مستعد أنه كمان يقدم تنازل جديد بموضوع رئاسة الجمهورية؟ أنا ما قلت حزب الله مستعد أن يتراجع 3 كيلومتر، أنا قلت هذا الاتفاق بده يقبل فيه حزب الله بطبيعة الحال. إذا ما وافق حزب الله لننتظر ما رح يكون سار المفعول، لننتظر كيف يتم إخراج هذه التسوية. لكن في معلومات بتقول انه بده يتراجع واذا ما تراجع في حرب، وفي معلومات تانية بتقول ان الامريكان يسعون الى تنفيذ صوري لكل هذه البنود، لانه الامريكان عم بيقولوا انه حزب الله لم يبادر الى اطلاق النار، وحزب الله التحق بمعركه حماس من دون ان يكون مشارك في تخطيط معركه حماس، وبالتالي حزب الله لا يستطيع أن يذبح الفلسطيني بغزة ولا يشارك، ولكنه حزب الله إلى جانب مشروع تحرير فلسطين كان لديه في هذه المعركة مشروع تحريك الحل أو تحريك التسوية. يعني أنت بتتذكري بحرب 73 قالوا السادات ذهب إلى حرب تحريك بينما الأسد ذهب إلى حرب تحرير. نصر الله سيد نصر الله يريد حرب تحرير، ولكن بقلب هذه المعركة كمان فتح يريد حلا، يريد حرب تحريك للتسوية. وهذا ما فعله. أنا برأيي أنجز نصر الله سيد نصر الله بموضوع هذا الحرب نوع من مكاسب، بس هو بطبيعة الحال عندما أنجزنا نحن هذا الترسيم البحري وقبل حرب غزة كانوا الأمريكان كثير مهتمين بالترسيم البري، وجاء كان كمان حزب الله منفتح على هذا الحل بحرب أو بلا حرب. يستكمل الآن، جاءت حرب غزة لتقطع هذا المسار. الآن أنا بعتقد إذا صار في هدنة طويلة المدى لحرب غزة نحن جايين على حل تسوي في الجنوب يتبعها انتخاب رئيس، لانه الاتفاق على الترسيم البري يجب ان يكون متلازم مع انتخاب رئيس جمهوريه، ولذلك الامريكان سوف يكونون معنيين بهذه يكون في ضغط يعني باتجاه انتخاب رئيس. نعم، ورح ينجح الضغط الامريكي على الداخل الاسرائيلي وعلى الداخل اللبناني. إذا بدك يعني بالنهاية رح ينجح الضغط الأمريكي على الداخل الإسرائيلي بأنه نتنياهو هلا الإسرائيلي رح يكون رح يطلع هو يقول أنا عملت إنجاز إنه خليت حزب الله يتراجع. لا، رح ينجح الضغط الأمريكي على الداخل الإسرائيلي بأنه نتنياهو سوف يجلس على الكرسي ليفاوض في غزة وليفاوض داخل إسرائيل على حكومة جديدة وانتخابات جديدة. يعني ما رح يكون مصير نتنياهو الحرب مثل ما كانوا عم بيقولوا فور انتهاء الحرب. لكن نتنياهو هو شخصية لا تستطيع أن يعني تتوقعي ماذا ستفعل أو ما هو سيكون مصيره. لا، بس في مجتمع إسرائيلي اليوم عم يغلب. أنا واحد من الأشخاص بتابع إسرائيل كتير. أنا رهاني أنا كنت عم بحكي مع الشباب يعني هو البحثين اللي بيشتغل معهم بموضوع إسرائيل، كنت عم بقول إنه لا نستطيع أن نقول إنه نتنياهو انتهى إلا حتى نشوف ورقة وفاة سياسية من طبيب شرعي. نتنياهو هيك صار له ربع قرن بالحياة السياسية بإسرائيل، هو كل السياسة الإسرائيلية اليوم بإسرائيل. كان مأزوم حتى قبل الحرب بموضوع التعديلات القضائية اللي كانت مفروضة والمظاهرات اللي كانت في الشارع وصولا لحرب غزة اللي عقدت الصورة أكثر. أوكي، هذا موضوع يعني بياخذنا عن نقاش ثاني، ولكن أنا برأيي نتنياهو هو نقطة توازن داخل الحياة السياسية الإسرائيلية لا يستطيع الأمريكي تجاوزه حتى هذه اللحظة. يعني إذا الأمريكي بده يحكي عن حكومة جديدة في إسرائيل
من دون ما يصير في مشاكل وصدام بين اليمين المتطرف والمركز، هو الوسط واليسار، بده يكون يحكي عن نتنياهو، لأن كل اليمين الباقون في إسرائيل مجانين. هو يعني هو الأفضل اللي ممكن تحكي معه. في حرب بدك تحكي مع نتنياهو، في تسوية بدك تحكي مع نتنياهو. نتنياهو هو رجل الضرورة للتوازنات الإسرائيلية الحادة التي هو عملها أصلا حتى يجعل من إسرائيل منطقة توازنات هو الأساس فيها. صحيح.